نحن الآن في مدينة صواقب نقوم بجولة ميدانية للاطلاع على الأوضاع المعيشية في المدينة. شبكة شام الإخبارية، محمد جطر. يعطيك العافية. إلى الأوضاع المعيشية خلال الشتاء الحرس اللي مر على مدينة صواقب. والله الأوضاع سيئة كثير، يعني المواصلات قليل، وهلا إجى الشتاء والغلاء الأسعار له دور كبير له، والثلج هلا صار عم تسكير الطرقات، يعني غلاء الأسعار كلها المادية، يعني بالنسبة للخضار وكذا والمازوت والحطب قل، كله قل. بالعادة كيف كانت الناس تتدفى؟ على المازوت، وكثير كان كثير المازوت، مثلا كان هلا المازوت هلا قل المازوت ولا مثلا 150 ليرة. والحطب متوفر ولا لا؟ كمان هون الحطب 15 ألف وقليل. أثناء القصف في ناس في المدينة ولا كمان بيطلع برات المدينة؟ بيطلع والله بالنسبة لي هلا نحن هاي دورنا، نحن في الدور مكان ما في هاي الدور، يعني هاي أكيد أنا قضية كل أهل الطالع برا سوريا على تركيا ولا على السعودية، ترى كانوا في هاي كهف زي قديم زي كارما. في عالم لسه موجودين بس حوالي المدينة؟ حوالي المدينة بالريف، ونحن مثلا مطلع من الرياض. طيب كيف عايشين هون حوالي المدينة؟ ما في كمان لا في كهرباء ولا في شيء، وبرد ما في سبل معيشين، سبل حياة أبدا ما في، خالص كل مستعد على رحمة رب العالمين. والوضع أبرد من هون الساحة أبرد بكثير، يعني هون مثلا تقعد جوا البيت هونيك هو بري مكشوف، منطقة مكشوفة زيادة، هو هون سجل برد كذا، تقعد تتأسس بيتك هونيك بري مكشوفة كذا. شلون التلج؟ تمام ان شاء الله معكم؟ الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين، ويكون الله سبحانه وتعالى مخلصنا من الاسد باذن الله. حضرتك نازح؟ نازحين هلا ان شاء الله، لا يرضى خيو سياده الدكتور بشار الاسد. كيف عم تدبروا اموركم المعيشيه هون؟ والله عم نتغطى شوفة عينك بهالاحرامات، مازوت ما في، حطب ما في، الله يفرجها. امين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. يقول نحن واولادنا. السلام عليكم. السلام. كيف الاوضاع المعيشيه بظل هالشكليه هاي؟ لكن احنا صرنا 3 سنين عم نعاني من مشكلة المازوت. 3 سنين في ناس ما عندها حق مازوت تدفى. بنروح نقطع شجرة يا اخي بقول لك حرام، لا تقطع الاشجار، الشجر تروي للبلاد. يا اخي ما اختلفنا، شجر معمي الله رزقنا اياها، بس كمان في ناس محتاجة وما معها حق مازوت. اشو بتعمل في حالة؟ ايش بدها تعمل في حالها؟ حرام، استوينا صرنا 3 سنين في هالبرد وفي هالوجع وفي قصف وضرب وطيران، بعدين مو حلال هالسينا حاج، استوينا. الناس ايش عم تستخدم؟ حطب، مازوت؟ المازوت قليل ما؟ حطب، مازوت هلا نظامي ما في، عم الناس اللي ما عاد تشتري فالمازوت العسلي الحمد لله رب العالمين. الحطب متوفر ولا لا؟ الحطب وين حطب؟ جاء 20 30 ألف حق دون الحطب، يعني الناس ما معه حق مازوت نص حق الحطب. الناس في ناس عم تضطر تقطع الأشجار. يا عم في عالم تضطر تقطع الأشجار، طيب الأشجار يعني ما غريب بس هاي حالنا الحمد لله رب العالمين، وهاي حالنا يعني بس لو هل بعض الناس ما منا نسكر بيت تحس فيها الشعب، هاد كل شيء عندي بقول لك اياه. ايوه شوف، لا مازوت لا حطب لا شيء، شقد من الدفينا وشقد من حطينا وشغلنا نار، ترى ما بيعادل هالثلج،
حتى التعب ينزل خد من دفينا ما خد ولا برد وبرد ان شاء الله باذن الله صامدين صامدين وصامدين بس اختفل هالنظام وهالظلام كلهم اللي معه كنا على الأوضاع أوضاع البيع والشراء نقولها الثلج هلا ونحن كيف حالك الناس؟ حالك الناس اليوم ماشى حالة كويسة يعني صحيح ما كعالم بس بسبب الثلج أو الثاني العالم ما تنوجي مصرف من الطيران بس اليوم ما نوجد العالم كلياتها من الجو من الثلج بس بظن إنه الجو هذا وسماك الثلج شيء أرحم من المصرف وأرحم من الطيران بشكل أنا أتمنى إنه يضل الجو هيك يعني خلص نص مشان ما نشوف طيران أو نشوف نص يعني شطني كان الفصل يعني صعب كثير بالنسبة للشعب بضل الثلج أرحم يعني نحن نتمنى إنه يعني يكتر أكثر من هيك يعني المنظر أحلى من الطيران بالشهر يعني شطني كان يعني العالم فرحاني هلا صحيح ثلج وعالم عم تطلع وتفوت فرحاني على الثلج فرحاني إنه خلصان من الطيران ما عم تطلع ولا عم تفوت الحمد لله رب العالمين يعني العالم هلا مبسوطة كثير على الجو يعني اولا ما في ثلج وما شافوك من سنين هلا انه على المنظر هذا كثير عالم يعني خايفه عن الجو صحيح انه في عالم بس اكيد من البيوت عم تريح الوضع كلياته رائع جدا من الجو الحمد لله بالاول والاخير انه ما عم شوف طيران هذا احسن شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين انظروا إلى السج وهو يتساقط رحمة من رب العالمين أرحم من القذائب الذي يبعثها بشار الأسد وأعوانه الأندال انظروا إلى هذا العطاء من رب العالمين انظروا إلى السج وهو يتساقط يعانق الأرض في ظل هذه الأجواء نمشي ونحن باطمئنان لأن الطيران لا يستطيع القصف والتحليق في هذه الأجواء فلذلك يعيش المواطنين بأمان وهم يتمتعون في هذه النعمة التي تسقط من السماء ها هي الناس في السوق يأخذون ما يحتاجونه في ظل هذا الشتاء يا الله ما أجمل هذا المنظر يا الله